سمعت ان في كارو رانز عامله حدث كبير 21 كيلو، فقلت هاجي اشارك معاهم، اجي يعني اجرب كده الحمد لله، فربنا كرمنا النهارده وخدت اول الحمد لله. تاي رانرز هي حاجة اتوجدت في المجتمع عشان تنشط لرياضة الجري للناس الهواة اكتر منهم للمحترفين، تخلي الناس تقدر تجري على قد ما هم قادرين في الشارع. زي ما احنا شايفين الاعداد النهاردة تقريبا وصلنا، ممكن تكون 8000 واحد، مش عارف العدد بالظبط، بس تقريبا وصلنا العدد دوت. كل الاعمار موجودة معنا، وهي ده الميزة، كل الناس بتتجمع في مكان واحد، ما بيبقاش عندهم اي خلاف غير ان هم بس متفقين على الجري. كل الشباب، معظم الشباب كانت بتشارك، كبار في السن، كان في اجانب كتير جدا النهارده. هو يعني كرنفال، مش يعني مش حدث رياضي عادي يعني. اصل الحياه صعب حاجه، علمنا